انا ومكه، وطبعا شافت البطيخ وعينيكوا بتشوف الا نور. انا عايزه يا بنت لسه ما حلوش، تقولي لا انا عايزه. والنهارده بصراحه طلعت طعمها حلو جدا جدا، وهنعمل حته وصفه وحته اختراع بجد هتشكروني عليه. كملي الفيديو للاخر تستفادي منه بوصفه حلوه جدا. عارفين يا جماعه الفواكه المجففه اللي احنا بنجيبها من بره بتبقى بالشيء الفلاني دي، او الكانتي هنعملها النهارده من قشر البطيخ. يعني كنا وكمان عملنا اختراع جديد. كملوا الفيديو. كل الناس كده اول ما الصيف يجي طبعا بنجيب البطيخ وبناكل البطيخ. تفتكروا بعد ما ناكل البطيخ نرمي القشر؟ لا طبعا، اوعي تعملي كده، اوعي خالص. ده احنا هنطلع النهارده فكره جديده وسهله وسريعه، ومش قادره اقول لك على جمال. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ تقولي كانتي بقى، تقولي مثلا فاكهه مجففه، ايه رايك في الجمال الحلاوة؟ القمر ده طالع من قشر البطيخ، هتصدقي؟ طب بذمتك انا لو قلتلك ان ده قشر بطيخ هتصدقي ولا مش هتصدقي؟ طريقة النهاردة سهلة وسريعة، وبجد اوعي بعد كده ترمي قشر البطيخ تاني. يلا قبل ما نبدأ على الفيديو انا عايزة كده كومنت حلو زيكو كده، واللايك والاشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش طبعا. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ده؟ انا عارفة ومتأكدة ان الوصفة بجد هتعجبك جدا جدا. اللهم بارك كده، حاجة فرحي عيالك بيها كده، حاجة بجد حلوة قوي. اول حاجة بصوا يعني خلاص البطيخة كمان يعني قضينا عليها بشكل غير طبيعي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، ماشي تمام كده. وبعد كده هبدا اشيل الحته الحمراء دي، انا مش عايزاها يعني على قد ما اقدر كده مش هخليها. وبعد كده اشيل الطبقه اللي هي الخضر اللي تحت النشفه دي، ماشي. وطبعا خلي بالك جدا جدا على ايدك تمام، لان بتبقى صعبه شويه في شيلها زي ما انت شايفه كده اهوت. هخلص كل الكميه معايا بنفس ذات الطريقه كده، وهقول لك هنقطعها ازاي باسهل يعني اسهل من ما تتخيلي. انا كده خلصت تقشير خلاص، هجيبها كده اهوت بقى زي ما انت شايفه. طبعا التقطيعه اللي انت عايزاه، عايزاها حتت كبيره مفيش مشكله، حتت صغيره برده مفيش مشكله. انا هعملها مكعبات كده، ايه تكون متوسطه الحجم كده زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اخلص برده كل الكميه اللي معايا، وتعالوا بقى بعد كده هنعمل ايه. بجد فكره حلوه جدا، انا عايزاكي تجربيها لان بجد هتنبهري. يعني انا خلاص خلصت تقطيع، هعمل انا دلوقتي ايه بقى؟ هجيب كوبايه عشان اعير بيها. انا معايا بالظبط كام كوبايه عشان نحط السكر على حسب الكوبايات طبعا اللي احنا هنحطها تمام. اي حاجه عاير بيها، المهم ان تبقى موحده زي ما انتوا شايفين. انا مليتها كويس قوي كده، وهجيب بقى طاسه حله المتوفر عندك حطي فيه على طول الوصف. انا بالظبط كانوا معايا كوبايتين مليانين كبار كده، الكوبايتين دول بياخدوا كوبايه سكر، يعني كل نص كوبايه قشر بطيخ بتاخد نص كوبايه سكر تمام، بتاخد كوبايه ميه. انا زي ما انتوا شايفين كده اهوت، انا هجيب الطاسه بتاعتي وبعد كده هضيف فيها كده اهوت على طول، وهضيف السكر، وبعد كده هقوم ضايفه الميه وارفعها على النار تغلي غلوه بس كده اهوت، او قبل ما تغلي كمان مفيش اي مشكله. هديها نص معلقه كده كبيره محترمه كده اهوت من الملح الليمون. ليه بقى؟ لان بيساعدها اولا ان هي ما تمسكش السكر معاكي، وثانيا بيديها المزاز اللي احنا بنجيبها من بره دي. عارفين لما بتيجي تشتري الكانتي كده وتلاقيه مزز قوي كده ماشي، وعلى فكره كل ما تكتريه بيبقى حلو قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. انا خلاص كده رفعتهم على النار، اسيبهم بقى ياخدوا ويدوا بشكل ودي. انا عايزه البطيخ ده يستوي خالص، يعني تمسكيها ما بين ايدك كده تلاقيها خلاص استوت تمام كده. هسيبهم كده اهوت. انا عايزه كمان الشربات يتقل كده ويعقد. يعني ايه يعقد؟ يبقى اتقل من الشربات الطبيعي بتاعنا، فاهمين قصدي؟ الشربات اللي احنا بنعمله الكنافه او الحلويات الشرقيه بتاعتنا عامه كده. زي ما انتوا شايفين خلاص بدا ان هو لونه يختلف خالص عن الاولاني، بصوا بدا يبقى شفاف كده وياخد اللون الحلو قوي الاصفر ده تمام. وفي نفس الوقت العسل برده ايه مسك كده وجمد، ما عادش فيه ميه خالص، كل حاجه شربت في قلب بعضها زي ما انتوا شايفين. هسيبها كمان دقيقتين ثلاثه وبعد كده هطفي عليها وخلاص كده. ده كده البطيخ استوى معايا خالص تمام. هجيب بولتين كده اهوت. ليه بقى الخطوه دي؟ عشان خاطر انا مثلا عايزه الونهم، عايزه احط لهم لون تمام. انا بصراحه كان لونه عاجبني قوي، اللون الطبيعي بتاعه كان تحفه بصراحه، فانا قلت خلاص انا هخلي طبق مش هحط عليه لون، والطبق التاني هاخد بس يا دوبك ده لون طعام طبيعي من عند العطار تمام. خدت يا دوبك طرف معلقه كده اهوت، واداني اللون الاحمر التحفه اللي انتوا شايفينه ده تمام. لو مش متوفر عندك الوان طعام ممكن تحطي جيلي باطعام او بالوان مختلفه. اهم حاجه يا ست البنات مصفى وتفضي فيها الخليط بتاعك ده كويس زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وتوزعيه كده بحيث ان هو يصفي. شايفين يا جماعه بينزل الصوص كده الاحمر من تحت، وكذلك الامر في الاصفر زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هحطه في المصفى، وهنا انا عايزه حبيبات سكر كده تبقى عليه من بره ماشي. فهجيب معلقتين ثلاثه سكر كده اهوت، وهقوم ضايفاهم له ومقلبه كده تقلبتين ثلاثه، واسيبهم بقى لغايه لما يتصفوا خالص. انا مش عايزه فيهم اي ميه خالص. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعد ما يتصفوا هعمل ايه؟ هجيب بقى ورقه
ورقه بيضه شفافه كده اهوت، ما عليهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين. وهبدا ان انا افرتها كويس جدا، احاول على قد ما اقدر كده ما تبقاش اتنين فوق بعض. ليه بقى؟ لان انا عايزه انشف يعني الفاكهه المجففه دي لازم تتنشف زي ما انتم شايفين كده اهوت. خلاص يعني الخطوه دي انا عملت فيها ايه؟ انا غيرت بصراحه الورقه دي بتاع مرتين ثلاثه عشان الفاكهه معايا تنشف. ماشي، عفوا اللي حصل ده يا جماعه. زي ما انتم شايفين ضفت معلقتين السكر وقلبتهم تقليبه كده، وبرده احطهم في نفس الورقه، بس احاول ان هما ايه يبقى كل حته كده في جنب زي ما انتم شايفين كده اهوت. عايزه تحطي ده في طبق وده في طبق براحتك خالص، المهم ما يبقاش حتتين فوق بعض. واسيبهم بقى يوم يومين، انا بصراحه خدوا معايا بتاع يوم ونص كده. تمام كده، ده اول مرحله ليا يا جماعه بعد ما نشف، بس ما نشفش قوي قوي برده. يعني انتوا كل ما بتسيبيه بصراحه بينشف. يا سلام بقى لو فتحت له مروحه، بيبقى في منتهى الجمال والحلاوه. او تحطيه في البلكونه، الكلام ده شفتوا هنا تلزيقه بسيطه برده، مش اوفر ولا حاجه خالص. هوديكوا بقى يعني بعد ما سبته كده بالظبط بالظبط يومين، ماشي كده، ده يوم ونص ولا حاجه. وبعد ما سبته يومين انا هوريكوا الشكل. هنا بيلزق في الايد سيكه بسيطه خالص، يعني برده ما بيلزقش ولا حاجه. بس شايفين هنا بقى مفرفط كده معاكي، اللهم بارك كده اهوت. تحفظيه كده في علبه وتحطيه في التلاجة، وبالف هنا وشفا.